آه الدنيا تزوجت نوف، الله يستر عليك يا نوف. كانت معي هنا دائما تجلس. اي نوف اسمها نوف. اي نوف نوف نوف، الله يوفقك يا نوف ويسر امرك ان شاء الله. تزوجت راحت من بين إرسان واجد، خلاها واحد مين خذت؟ مين خذت نوف؟ إيه؟ والله ما أدري. المهم إنها تزوجت، الله يستر عليها ويوفقها إن شاء الله. وحشتني، وحشتني كثير، بس ما أدري أنا ما أدري هي تزوجت أمس ولا تزوجت قبل أمس ولا الأسبوع الماضي ولا لها 3 سنوات، بس لا تزوجت أبل حد. الله يستر عليها، الله يوفقها إن شاء الله. كانت هنا، لا كنت أحبها بس لا كانت شوي نسبة. الله يستر عليها إن شاء الله يوفقها نوف. آه يا نوف، والله المكان والبيت بدونك ما يسوى صراحة. يعني سنة الحياة، سنة الحياة، سنة الحياة أنها راحت. بس أنا هو أنا أبوها، هو أنا أبوها، هو أنا، أنا إي والله أنا. أنت عندك نوف وعندك سعيد وعندك خالد وعندك من من بعد أدق عليها؟ لا والله لا أدق عليها، لا أعرف هو أنا ولا ما هو أنا، وهي تزوجت ولا ما تزوجت. والله انها انا، والله انها انا، انا عارف انها انا. الله يستر عليك. هي كانت تطبخ ولا كان عندي شغاله؟ والله اني انا اللي كنت اطبخ، انا اللي كنت اطبخ، متاكد اني انا اللي كنت اطبخ. انا لازم اكلم نوف، لازم اكلم نوف واعرف، اعرف الاسئله هذه كل يوم تجيني الاسئله هذه، وانا كل يوم اتعب نفسيا، اتعب نفسيا. ما ادري هو انا ولا ما هو انا، هو هي بنتي ولا ما، وهي تزوجت ولا ما تزوجت، من كان يطبخ انا ولا هي ولا الجيران؟ انت من انت؟ عليك وجه الله، انت من انت؟ هو انت ابوي ولا جدي؟ عليك وجه الله، انا من يوم ما شفت عيونك واحده كذا وواحده كذا، وانا والله اني شاك. انت من انت؟ نفس الشنب نفس الدقن، بس اذنك صغيره، حواجبك مختفيه،
انت فين تطالع؟ طيب قل لي عشان انا ارتاح نفسيا، انت فين تطالع؟ انت تطالع في متجر عسل ثلاث تسعات ولا في متجر بيت شتيك؟ والله اني شاك فيك، والله اني شاك، انت من انت؟ طيب بسألك سؤال، نوف من تزوجت ومتى تزوجت وليش ما تدق علي ذا الحين نوف عشان أتأكد منها؟ ها؟ ما تدري، ما تتكلم، يعني فوق إنك صغيرة وحواجبك صغار ما تتكلم ولا تدري، صح يا أحول؟ والله إني آسف نسيت إنك جدي، مدري أبوي مدري خالي مدري جاي واسطة، أنت هنا مدري شو وضعك والله، لك والله نفت الشبه، أنا أعرف كنت منت أبيض كذا. إيه الدنيا. أذكر يومين شباب، يوم كنت أخذ منوف وخالد وعبد الرحمن وسعيد ومفلح صالح، الحين شيبت ولا أدري وينهم كلهم، ولا أدري أنا موجود هنا ولا أنا برا ولا ما أدري وين أنا، وما أدري متى الشايب من جابه عندي، هذا أنا شيب لي قدي طالع فيني 24 ساعة، والله أني ما أعرفه، الله يسلط على العدو. هي الله يوفقك يا نوف، كانت أقرب وحدة لي وأحبها كثير، بس المشاكل اني انا ما ادري كيف، ما ادري كيف، ما ادري وين راحت وين افلحت ومتى راحت. لازم ادق عليها، ما ينفع. الو هلا يبا. نوف هلا يبا. انت نوف ولا شعبه؟ اللي تبغى. هلا يبا شو اخبارك؟ خلي الميك اب لفقع وجهك. نوف كيف حالك؟ الحمد لله طيبة، شو اخبارك؟ انت تزوجتي يا نوف؟ ما ادري ناسي يا يبا. ها؟ ايوه يعني انا ناسي وانت تنسين والشايب ذا ناسي، من اللي يتذكر طيب؟ يبا والله لقيت لك زوجة مرة على كيفك. ما اسمعك، ارفعي صوتك. اقول لقيت لك مرة زوجة حلوة. لقيتي لي زوجة حلوة؟ ايوه. طيب اذا ابغى اتزوج، اذا ابغى اتزوج كيف اتزوج؟ خلي الميك اب لا تدعس فمك. تدعسين فم ابوك؟ لا يبا، لا 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 يبا، حشا خشا. انت ذا الحين نوف ولا مها؟ انا نوف شيفه تارا. طيب ايوه يا خلود كملي. ايش فيك يبا؟ انت جاك زهايمر؟ انا حسيت اصلا من نظارتك يبا. طيب انت تزوجتي؟ فيك تصايحين على ابوك؟ ابوك انا انسى كل شيء، انسى كل شيء الا اني ابوك. يبا والله ما اقصد، انت والله ترى يا مسارة. ايش فيك تصايحين؟ طيب ايش فيك تصايحين؟ اسمعي يا لما. لا اسمعي، انا نوف. انت ذا الحين نوف ولا امل؟ وما عاد ادري من انت. انا نوف يبا. ايش فيك؟ ايش اخبارك؟ ايش علومك؟ شو مسوي؟ طيب اسمعي، انت تزوجتي صدق؟ ايوه اتوقع الظاهر. ايش الظاهر؟ انت تزوجتي ولا فلحتي مع زوجك ولا ما فلحتي؟ اتوقع يبا الظاهر ان شاء الله. ليه؟ تلعبين علي؟ ايش فيك يبا؟ طيب العرس بكره ولا قبل الاسبوع الماضي؟ انا سجلت بيانات كثير بس هذه الاشياء ما سجلتها. يبا بكره، ايش فيك انت؟ من كل الزواجات اللي زوجتني اياها نسيت؟ يبا طيب اسمي يا نسمة، بعترف لك اعتراف. انا رحت للدكتور قبل يومين وقال لي يعني اني صرت انسى كثير، وفهمتي علي يا مها؟ ايوه فهمتي يبا. انا نوف ايش فيك؟ لا تصحين يعني، لا تصحين، انا اتذكر شكلك واتذكر طولك. ادري ان طولك قسم بيت الله انك قهرتني. ادري انك قصيره لكن نسيت بنتك يبا. لا ما انسى، انا ادري ان خشمك كبير وبراطنك كبار، ما نسيت، بس اسمك الخبط فيه. اكثر شيء قلته. طيب اسمعي يا انعام، انا ناسي مين زوجك ذا الحين يا انعام، ذكريني بوصاف زوجك يا 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 لما. يبا تصدق حتى نسيت زوجي؟ كيف نسيتي؟ انت نسيتي واحنا نسينا الحين، واللي دفع المهر واللي جاي ياخذك، فين حصله؟ دق 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 عليهم كلهم.
شلون؟ دق انت كم عندك رقم رجال في جوالك؟ الظاهر 17. نعم التربية والله. والله نعم التربية يا سهام. طيب ايش نسوي؟ كيف نحصل زوجك؟ اننا نرتاح، انا ابغى ارتاح، انا ما فكرت في اي شيء لاني اوديك مع زوجك وارتاح بس. طيب لكن اسمعي، انا بدق عليهم كلهم، اعطيني ارقام اللي عندك كلهم، بدق عليهم كلهم واحد واحد واشوف اتذكر من هو زوجك. طيب يبا يلا ودعتك الله، انتبهي لنفسك يا سهى. سهى مين يبا؟ انا نوف انسى، معليش الله يسر امرك يا رنا، الله يسر امرك. يلا احبك بابا، احبك حتى انا واحبك، بس اسمعي احذفي ارقام ال 15 اللي عندك، خلي واحد بس. طيب يلا اللي هو بنحصل ان شاء الله لك. اعوذ بالله من الوجه. تعالوا يا خطاب يا الناس اللي خطبوا عند بنتي الهام، تعالوا كلكم. واكتمال عد الغمد يا الله انت يسر امرك يا نهى، يا الله انت يسر امرك يا نهى. انتوا كلكم خطاب، روح توزع توزع توزع. ايه ما شاء الله تبارك الله، يعني انا والله لو اني من بنتي نوف كان احترت، كلهم حلوين. مستحيل اتوقع انهم في الشب كلهم، ما شاء الله تبارك والله. ما لومها يعني يوم حفظت 17 رقم في جوالها. سمحوا لي اخذ الشايب بس حويل، اخذه معي، ناشب لي والله انه ناشب لي في حياتي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 17 كلكم عنده. بسم الله، انت قديتني صح؟ قديتني ذكرني ولا ناسي؟ ما شاء الله ما شاء الله. شو اسمك انت؟ شاري. شاري؟ شد لعونك ميشو؟ شوري. لا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، ما ظنيتي والله شوري. لا شراره، ممكن شراره ما يصير. شرعا. هو انت اللي زوجناك البنت؟ الله حبودي. انت حبودي؟ متاكد؟ حبودي. انا ما متى اخذت البنت؟ ملكت قبل، خطبت قبل اسبوعين تقريبا. إيه؟ كذاب، انا في اشياء ما انساها. انت راشد الماجد؟ لا اجل، من انت؟ نسخه رشه الماجد. انت رشه؟ ها رشه الماجد. راشد الماجد نعم. صحيح. طيب ما شاء الله، ما اخذ حصه المسلم عشان كنت اللي خذيت بنتي صح؟ نفسك ربي. انت اللي خذيت نوف؟ إيه عشان ابر فيها ان شاء الله. احلف قول والله انا اللي خذيت نوف. لا والله مو بنا، ما هو بنت صح؟ انا متاكد انه ما هو انت اصلا، بنتي ما تاخذ، تحب العوارض انت. هلا 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 هلا، كيف الحال؟ سلم على جدك، سلم على جدك. انت من على عيونه تعبانه شوي. الله يرحمه. ميت هو حي بس ميت بشكل ناشب 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 للحين. شوف ما يقول. ايوه انت اللي ماخذ انت اللي جيت تتزوج عندنا على سنه الله ورسوله. باذن الله يعني، ما انت مهنت باذن الله على سنه الله ورسوله. انا اقف طول واحد، انا اقف طول واحد. احلف بالله ان انت. ابعطيك اثبات. لا لا لا، خلي والله اعطيك اثبات. خلي اثبات بعدين. خلي اعطيك اثبات. وش وشم؟ اعوذ بالله، حاكات بحرف ان، حرف بنتي. انا اشوف اليوم هذا بنتي، بس بنتي اسمها نوف. ان لا، ساره اسم بنتي. والله نبي نلقى لك حل. انت دايخ بدل على فكره. ها والله ما عندك ذوق، اذا صرت انا ما هو بنا عريس. ما هي تختار، انا ما اختار والله، هي تختار. انت ايش تختار؟ انا ما اختار. انا اختار بعدين بنتي ان شاء الله، بسافر اشوف. مرحبا. انت قول قصيده. قصيده. قول قصيده. يقول على هنوف عليها الشوك. هنوف شايقني. هنوف بنتي ما تحب الشعر، بنتي تحب الكسرات. يلا. ما تحب الشعر. هلا. انا اللي خلعتني نوف. انت اللي خلعتك؟ أيه. يعني قد تركتك؟ خلعتني. لا تقول ابوي اللي يقول اخلعي. افتح مايكك عشان ما يخلعونك من البرنامج. اقول انا اللي خلعتني نوف. لا تقول ابوي يقول اخلعي. اثبت لي الان. أيه. اثبت لي انك زوج نوف بنتي. طيب انا اثبت لك الحين. يلا كيف تسوي؟ تذكر اللي طردتوني الصباح انتم نوف يمكن لحقتوني بنعول. إيه ولا لا؟ كنت ابغى تسرق الاسطوانه. بتسرق الاسطوانه. انت كيف حالك؟ اخبارك طيب؟ شو اسمك انت؟ محبد. محبد؟ دعبان انت؟ ما نزوج ناس دعبانين. وافتح مايكك. بفتوح. مو مبدوح. والله مو مبدوح. والله قضم. والله بفتوح. طيب جرب شوف. قهوتك ذي ما شاء الله، هذه ما هي فناجيل بيتنا.
هذه ما هذه فنجي الجيران، انت متزوج عند جارنا. انت وجارك واحد. تعالى. انا وجارنا واحد، خلاص خذ بنت جاري، انا لا تاخذ بنتي. انا اتذكر ان في واحد فيكم خذ بنتي. في واحد. انت الحرامي انت. ما انت من زوج نوف. اللي بغيت تسرق اسطوانه انت. انت؟ انت؟ هذه الورده اللي اعطتني اياها. الله. صراحه انها تسوي عريك عند الله. قرب اشوف. بدون ابوه. ما في عارض، في فراغات. هذه الورده ما فيها ريحه. ما هو انت بنتي تحب الروائح اللي فيها. كيف الكلام هذا؟ لا انت قد شفتك مره ثانيه. لا انت قعدت في الهنجر واجد. لا انت انا اللي سويت تاج عشانها. انت سويت تاج عشانها وسويتها تان. صرت اسمر تاج. لا انا اللي عندي زهايمر ما هو انت. ايه تان اللي قلته سويتها عشانها. اشوف كم وزنك؟ 65. 65 اشاعه. انت ممكن انت يا هلا والله ممكن اتوقع ان انت. اشوف يدك ما شاء الله تبارك الله. فين الدبله؟ ما هو انت. اشوف الا انا اشوف الدبله. انت شفتك هنا قبل شيء تلعب علينا. انت الشاعر. فين الدبله؟ البشت. انا طال عمرك المهرب البشت حقي. اي بس انت حرامي. انا من زوج بنتي انت. غلط غلط. الى الان ما حصلت زوج البنت. بنتي سهى تلعب علي. جايب ارقام اصورها ما. ليش يا نوف؟ ليش؟ تعال انت. اخر محاولة للجميع. واعذروني انا انسان عندي زهايمر، ابغى كل واحد يقنعني، لاني انا اذكر ان المهر ما طلبت فلوس. انا ولله الحمد عندي 50 مليار وبتورثها امل. فعشان كذا انا اتوقع اني ذكرت ان الشخص اللي بياخذ بنتي يعطيني منتجات بدل بنتي. وش البنتي؟ تمام. واذكر اني خذيت واحد منكم. تعال انت تعال 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 انت. ايوه تعال 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 انت 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 تنادي اخوانك انتوا ثلاثه. كيف غريبه كذا جديده ها؟ ايه هم بعد عرسان ولا جايينك؟ لا جايين تعزيز. اي ما شاء الله تعزيز. تبارك الله. الحمد لله اني انسى. الحمد لله اني انسى. يا رب. صوته حلو، وجه حلو، ما شاء الله، شكله حلو، اجلس اخلاقه حلوه، اخلاقه حلوه، يحبون الجماعه، يطبخ، يغسل مواعين، يقيس. مسيطره يعني. مسيطره كيف؟ ما جت مسيطره باقي. طيب اجلس خلينا نشوف. اجلس الله يحفظك. انا اشوف انا ما شاء الله مهضوم عند الجماعه. اهم شيء الجماعه ترى عندنا. يا رب اني اتذكر. هذا الهديه. هذه هديه. هو اشوف ان الولد مزيون ما شاء الله. ما شاء الله وصوته حلو صح؟ اخوك كيف جاء؟ كيف انت اخوانك الاثنين هذول كيف؟ الله سبحانه الله خلقه فرق. الله خلقه فرق بين الطرق فوق. تفضل العصر. هو مولود العصر. اسمع من اخوك الكبير. من اخوك الكبير؟ انت اخوك الكبير؟ تفضل. امي تحبه. امي تحبني؟ تحبه. امك تحبه. يعني إيه؟ يعني بنتك تحب امي وما تقول لها شيء. كلكم تحبون بعض؟ لا هو دلع عمام. دلع عمام. دلع عمام. دلع عمام. دلع بابا. يعني ابوي قايم معنا وامي قايمه معنا. امي اقوم لابوي يعني. حلو. انا معي فلوس. في واحد يدق دق نحر العدو. ايوه. من اللي يدق هذا؟ هناك في ذاك. هناك بعيد بالناس. هذا يدق عمارة بيتي. بنتي بتورث عني 50 مليار. ها؟ 50 مليار. نعم نعم. انا لما تحبني وانا اكبر واحد. كيف الكلام؟ وانا مكروه العائلة. مبدل الزواج. اخلاقه. وهذا ورع داشر. اخلاقه ولا يستاهل الزواج. شكيت فيه والله. شكيت فيه. ولا يستاهل الزواج. انا اتحمل اعباء العمل. صل على محمد. صلى الله محمد. مين العريس فيكم؟ العريس انا اكبر واحد. تفضل. لا قد شفت. تقدر تتزوج قدام اخوانك؟ ايش تقدر تتزوج قدام اخوانك؟ لا تزوج لانك اكبر واحد. الاحول ذا تزوج قدام اخوانك. تزوج الاحول. يا خذ احول. احول صح. بس من غضب اسقطه. بس انا بقول لك انا اكبر واحد وهذا ما يستاهل داش. انا قد ايش اشتغل انت؟ ايش تشتغل؟ ايش قدمت لي انت؟ ايش قدمت لي؟ ذكرني. انا قدمت لك بشت. قدمت لي بشت. هذا هو بشت. ايوه انت تقابل الضيوف والعرسان والناس اللي جيت بالبشت الطيب ذا. يا سلام. وكود الخصم ما شاء الله تبارك الله يعني سمعتي دبليو 10 ما شاء الله تبارك الله. احسن من داعم. ياعم خلوه يكمل. خلوه اخوك الكبير. كاني تذكرت انه هو. كاني تذكرت انه فأنا أقول لك إني كان هو. اني اي احد عنده اي بنت بيزوجها بيجون 15 عريس. اي احد عنده ملكه. اي احد عنده حفل. اي احد يبي يهدي اخوه زميله شاعر مهدي قصيده يعني. بس خش بشتي المكان اللي جبت لك منها البشت يا طويل العمر. حط دبليو 10
وسمي. ليش 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 اللي بيتزوج وبيشتري بيشت يجي عندك انت بالذات ما يجي عند اي واحد؟ ليش ليش بيشتي بالذات؟ لان لان لابو ابو ابو نوف ما شاء الله تبارك الله لابس ابو سهى لو سمحت. ابو من؟ سهى. اولها كانت ريان صح. تفضل كمل. ابو سهى ما شاء الله تبارك الله يعني اول شيء لابسه هذا شرف كبير. ثاني شيء ما شاء الله يعني قطب البرنامج برنامج البزنس مستضيف يعني بشتي هذه علامه فارقه. صحيح يعني. وثالث شيء المسوق ايش تفرقون عن غيركم يعني بالخامات؟ الجوده عندنا الشتوي وعندنا نسائي بشتي نسائي يعني نوف ما شاء الله يعني تزهر في بشتي نسائي؟ ايوه في ما شاء الله تبارك. متى ياخذونه اذا تزوجوا يعني؟ لا متى ما طلبوا ودفع فلوس. حلو جميل جدا. بس انت 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 ما اذكر انك زوج بنتي ما اذكر صراحه لكن اشوف انتظر الالهام لكن ان شاء الله ان شاء الله اني لعوضك بال50 مليار اللي عندي وعند بنتي. الله انا ما بخليك ترجع يعني انا اجلس اجلس. تفضل انت تفضل. اول شيء يا عم تفضل. هذول تراهم اخواني من ابوي. ايه واضح انه ما انت ما شاء الله تبارك الله واضح واضح جدا حقودين اخوانك من ابوك. انا متاكد ان امهم الله 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 المستعان. لكن اسمعني. تفضل اسمعني. اول شيء انا جايب هذا النوف. جايب النوف إيه عشان وزنها كم؟ لان عشان يحسب لك الوزن. انا بنتي صغيره يحسب لك الدهون الكتله العظام كل حاجه يحسبها لها. ماشي. حلو. وانا زوجها والله انا زوجها. لا تحلف والله. هذا شيء جديد عندكم؟ هذا شيء جديد تو جاء جدوخ ما شاء الله. متجر ركسانا جاء عشانها. متجر ركسانا. متجر ركسانا. متجر ركسانا. جميل جدا. هذا غير الفرشاة يعني راح تهتم بسنانها بشكل كبير ما شاء الله. 24 ساعه اسنانها وسخه بنتي. لا بدا تبى ترجعها جار الله ترجع البنت والبنت والاسنان ولا البنت بس؟ كيف الكلام هذا؟ طيب تفضل. فاقول لك راح اهتم باسنانها راح اهتم بوزنها اهتم بكل امور حياتها. ومتجر روكسانا غني عن التعريف. كود الخصم دبليو 17 يخصم لك 15%. كودك الخاص على جميع المنتجات. كود الخاص. يا سلام. هذا راعي بشوت وراعي دنيا يعرف انه مزواج. اه لا لا كل يوم انا سرداد مرداد متزوج كل يوم من الخاص. اما انا بالنسبه لي فرشاه خيط ماي ادوات النظافه بشكل عام ادوات النظافه يعني انا لو بنتي ولا اي واحد يعني يعرفنا لو يخش المتجر هذا بينبسط بيصير نظيف جدا على طول جدا ما شاء الله. فنوف راح تستانس معي. اي بس ما ادري هل هو انت ولا ما هو انت. لا تسألني هنا حتى منتجاتك جميله جدا صراحه. منتجاتك جدا جميله يحسب لك كل شيء هذا الميزان الجديد. يا سلام. نعم. اجلس انا ما اتذكر يعني ما اعتقد انها انت لكن اجلس. تفضل انت. تفضل انت. انت اخوهم الصغير؟ انا اخوهم القعدة اخر عنقود حبيب الماما ما شاء الله. ماما تحبك مره 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 تاكلك دائما. فسحتي 10 ريال فسحته 5 ريال. كم فسحتك؟ هذا زكاة العائله. زكاة اي شوف انا بعيش. دقيقه دقيقه. امل امل تدق علي. امل 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 ما هو امل. امل امل. الو يا بابا. ها يا بابا. ها يا بابا. بابا لبي بابا. بابا في عندي ثلاث نصابين هنا. هل هم زوج ازواجك مين زوجك فيهم يا بابا؟ واحد جايب لي ميزان واحد يقول لي حبيب ماما. دقيقه يا بابا. دقيقه يا بابا. يلا يلا. شو اسمهم يا بابا؟ واحد اسمه علي حبيب ماما وواحد اسمه زايد بن سابر وواحد اسمه اكبر واحد بالبابا فهد بن فارع. ايش في هذا اللي بالنص باصط ايش يقول جمعه؟ ها حلو. في واحد فيهم حلو صح يا بابا؟ وهذا اللي بالزاويه شيء مقدم على وظيفه؟ ايوه هذاك عاطل ومقدم على وظيفه يا بابا. طاقات يستوي. الله يا بابا يا رب يكون الثاني هذا الاسمر الاسود. طيب طيب يا بابا. طيب يا بابا هو يستحي يا بابا. يستحي يا بابا. باقي هذا ابوك تتذكر انه منتجات اللي جابها لنا امس مدري قبل امس في الزواج. ايش عندك قول؟ ذكر 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 بنتي مها. نوفي حبيبتي. لا 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 مها مها. لا اي بنتي انا ما اعرف زوجها مين. اي انا زوجها. قال لك اسمر حلو بس مو كذا. خجل على طول. اسف على صحتك يا بابا. شو اسمه نوف؟ ما عليه ما عليه نوف. نوف انا راح اعيشك في حياه مليئه بالسكر. لا 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 تقدم عندي. عندي ابغى تتكلم عن ايش؟ تتكلم عن منتجاتك اللي جبتها في مهرك. ادري ما دخل حياتك الخاصه. ايه ايه لا مو انا حبيب بابا وانا بدل بابا هنا. بابا راح اعيشك في حياه مليئه بالسكر والشوكليت اللي زي نوف. عايش نفسك. عيش نفسك يا الاسود واجلس. بنتي بنتي لا تتغزل لا تتغزل. ايه ايه يلا 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 خلاص منتجات. احنا ندور زوج بنتي.
نوف انا عارف ان كلكم تبون تصيرون زواج بنتي لها 50 مليار لكن تفضل نوف عندي الشوكليت البلجيكي يلا 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 يا علي يلا يا علي الحلاوه اللي مثلك يا حلاوه يلا علي يا علي كود الخصم دبليو 3 يجيك الباب بيتك اوديك البلجيكا اوديك مصنعنا ترى مصنعنا هنا في السعوديه تصنيع سعودي لكن اوديك المصنع الام في بلجيكا راح امشيك راح امشيك ترى هذا يلعب في نفسيتك الرجيم ترى تلعب في نفسيه المتعه هذا مشتوي بذا كمل 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 منتج عندي انا ما ادري كيف تقبل نوفا عليك صغير يعني انواع حشوات دغبج ما عند رقبه ترى رقبه ما في شوكليت شوكليت زي طعمك السكر يا سكر انت يوصل باب بيتك في حفلاتنا في مناسباتنا في جمعاتنا العائليه تكلم 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 يا رجال رايح تركي وانا الاول ذا ما ادري اسمه حقكم بنتي بنتي امل بنتي يبا نوف ايش فيك يا نوف معليش يا نوف انا عارف يا نوف ان ان, إن انا ما اتذكر ولا واحد فيهم لكن ابغى ارضيهم اعطي كل واحد فيهم فلوس وخليهم يمشون يعني قفطنا يبا تعطيهم فلوس ليش حر كيفي ايش فيه ايش فيها بنتي يا بخيله بخيله 50 مليار ما تكفيك للزيمه للزيمه اعطي الاسمر الحلو هذا الاسمر اعطيه عطي الاسمر الاسود اللي راح هذا اكثر خاطري عطي 500 بالله عليك 500 ريال للاسمر يستاهل يستاهل لا لا كم 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 نعطي الحلو هذا الحلو هذا كم نعطيه 1000 انا حلو بينهم شو انا حلو بينهم حبس خبطني على بطني انعام كم نعطيه 600 بابا 600 بابا يستاهل بابا شكرا مره شكرا بالوجيه يعني بالوجيه اخوهم الكبير كاوي ونشا يا بابا عطى نفسه عطى مثل عشان ما يكذبون 600 يا بابا 600 حسودي تعال ايوه عشان ما يتهاوشون اي عشان ما يتهاوشون 600 يلا يلا ديتك يا نوف ديتك يلا يلا يا بابا يلا يا بابا قفل يا بابا قفل يا بابا قفل يا بابا قفل يا بابا عليك يا حبيب الله ما شاء الله ما شاء الله يا نوف ما تتذكر ما تتذكر ما غير فشلتنا مع رجال وما ندري وان والله انها مشكله مصيبه انا ما اتذكر ولا ادري من اسمعوا ابغى سته لان مخي بيقفل تعالوا انتوا الاثنين وتعال انت معهم وتعال انت لا انت خلك وتعال انت وتعال انت وتعال انت ولا انت خلك تعال انت لا ايه انت انت ويا الله يا رب نحن نحصل عريس ونرتاح ونروح نفلح نرقد ان شاء الله ونرقد الشايب المسكين بالسلامه ورحمه الله حالك هلا 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 ابو نوف هلا ابو يلا الله شلون صحتك احيانا ابو سهام الله يسعدك هلا هلا ابو هلا شرور هلا شرور حبيبي هلا 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 حبيبي هلا 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 سب القهوه عندك لا لا تقصبوا شيء لا هلا 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 يلا حيوا ما شاء الله تبارك الله والله يعني ما الوم نوف يعني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله كلكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله انا ودي اني عندي ودي اني عندي انتوا تعالوا تعالوا انا بجلس جنبك عمي لو انا بجلس في النص انا بجلس في النص وانتوا تجلسوا هنا يمين ويسار يلا بس الشايب انتوا بولا شوي انا بقعد مكاني هنا مكاني هلا هلا ايش فيك كنت كذا عبد الله شد نفسك خلك اقوى ما شاء الله ما شاء الله عندنا فكره يلا خلينا نشوف اجلسوا اجلسوا انا من يوم ما شفت ان عدد الخطاب كثير وانا شاك في الموضوع احس ان في طمع وجشع خمسين اشوف في عيونكم اشوفها في عيونكم ذئاب بشريه ذئاب بشريه شروري اشوفها في عينك لا تشوف حتى انا مين اللي خذ بنتي وانا اتوقع اني اعطيتها رجال يستاهل وبيورثها 50 مليار انا انت ترى انت ترى ايش عندك انت كم طولك ترى لي بزكب شوي مزكم كم طولك 170 ما عجبني ما ناسبني لا 170 قبل قزم قبل بعد 189 قزم 189 سقوك يعني؟ ايه طيب زي خط زي شجرة الزعفران طيب ما شاء الله تبارك الله عطني اشوف ليش انت كم وزنك؟ كم وزنك يا رنس؟ كم وزنك؟ انا صدق تبغى خيارات يا رنس؟ 53 انت 53 نحيل فرنس كم؟ شليم لو جاء واحد طوله مترين لو جاء ذاك لو جاك سيف مطيري طالع من الهنجر زعلان حصلك في تقاطع انت وبنتي اللي تتزوجها ودخلتوا عليه عرضتوا عليه ونزل بعجره كيف تقدر تضرب سيف؟ شوف يده كيف ما اكبرها كيف ممكن تدافع عن بنتي؟ انت تدري سيف
يعني سيف ليش مستحيل يجينا؟ قولي ليش؟ ليش؟ طولها كم قلت؟ مترين. مترين. إيه؟ وش كنا؟ إيش كنا؟ المليون شجرة. لا ما قدمتني كذا. إلا. حتى شوف. كيف تدافع عن بنتي؟ كيف تدافع هذه؟ سهلة. كيف؟ شوف أنا الحين معصب صح؟ إيه أنا معصب. جميل جدا. هذا الشيء لكل شيء. طيب. شفت؟ إيش هو هذا؟ هذا. أقنعني ذكرني إن عندك متاجر. هذا زيت الزيتون مليون شجرة. حلو. عصرة أولى على البارد طبيعي بدون فلتر بدون شيء بدون كلام فاضي طبيعي جدا. أخذنا في دبي جائزة أفضل زيت زيتون درع الذهبي عام 2021 ما شاء الله وأفضل مزارع في الجوف شهادة شكر وتكلمت عنه صحف إسبانية وشغل فوق ذلك في عرض جديد عندنا بعد وش عرضكم؟ خمس حبات اللتر تجيك حبة مجاني معه يا سلام والمقاسات الباقية كل ثلاث حبات مع حبة مجانا جميل جدا وفوق ذلك وشو؟ وش إذا استخدمت كود W1 التوصيل مجاني شاك فيه شاك فيه شاك فيه إنه هو اللي جاني قبل أمس أنا أتذكرك رجال محترم ولو إنه يعني الطول والوزن شوي لك عليه وإذا جاء سيف مطيري بيضربه يعطيه زيت أنا ما أدري كيف بس شاك فيك أعتقد إنك أنت اللي جيتني قبل فترة صحيح أنا متأكد الغمزة عمي وليد شكلك أنت خذك على جنب عمي وليد نشوف الرجال تفضل بس لا يأخذها سيف ليش؟ سيف يضارب بس ما يأخذ لا. أنا متأكد لا لا سيف. أنت أنا متأكد 100% أن لما بنتي مستحيل تأخذ وجهك يا سيف نوف لا. نوف نوف لا تأخذ سيف يمكن يحطها في الدولاب دقيقة إيش فيكم تشمر يا أخو؟ بتضارب مع سيف؟ لا والله بس حرف الإن؟ إيه حبي يتبرد والهان؟ تقريباً أنتظر الزواج أنا ما شاء الله إحنا تزوجنا إحنا خلصنا لا يا عمي والله زوجنا لا يا عمي والله تزوجنا يا عمي. حبيبي صل على النبي الظاهر يا عبد الله ان انا وبنتي وانت عندنا زهايمر اتكلم الله يحفظك انت اللي عندك عبد الله انا بديت اشك ان انت منت اشك انك حاط حرف الان خلني اثبت تلعب علينا تمويه تمويه غسل يا عبد الله غسل حرف الان لان قاعد يوجع قلبي انا ما ارضى انا ما اقدر اسم بنتي معليش ما على يده مس يدك انت ما سمعت البيت حقي تفضل سمعت بيتي يقول انا احبك واحب اللي يحبونك الله. الله يخليني ويخلي منازلهم بيت مغني انا وياك اربع مرات الله يا عمي عمي احبك عارف انك كاذب احب اللي انا حاطن عليه انه مو يعني ما جرح نفسه اشوف عثمان بس استخدم الفرصه عثمان اقتنص الفرصه بس عثمان انا اسمي عثمان لا لا لحظه شويه لو سمحت والله عشانك وعشان الحاضرين يا عمي بس شفت بس عادي اسوي لها رمز ثاني راح اصلا اسمها منبوش هنا يا ابو والله يا يدك شوف يا جد ما راح راح شفت هذا ثبات ما في تيشو هذه المشاعر الصادقه هذه المشاعر الصادقه والله والله اللي جبت راح شوي ايوه ايوه هذا المنتج جبار جدا جزاك الله خير جزاك الله خير لو اعطيتني اياه من ناحيه يوصل عادي دقيقه يا عبد الله الولهان خلينا نسمع عثمان الولهان تفضل عثمان اول بدايه خلني انظف حرف زوجتي منه مو زوجتك لا عادي ترى والله العظيم انا اسم زوجتي الحقيقي حرف الان ترى متزوج عند بنت اسمها انفال وعماد ما شاء الله متزوج عليك يعني عادي حرف الان عادي يعني متزوج عند انفال وعماد عندي ولدين يا جد المهم يا عمي يا ام انفال عثمان عمي قاعد يلعب ويدور عندي يا ام انفال رساله لك من وسط عمان هذا الرجل جاي يخطب عندي شخصيا عمي تفضل خلني اسمعك خل سمعني اشوف خليني اسمعك عشان تتذكر لاني قلت لك اياها القصيده يا سلام في يوم الخطبه يا سلام لا تكثرنا شاي عثمان يا نوف يا بدر الليالي المنيره اي منيره اللي ضوت في ليل دامس وخافت خافت تامر على قلبي اوامر وزيره وعروق دمي من غلاته تحافت الله اكبر هذا اولا ثانيا من كثر ما اردد اسم زوجتي الى النشف فمك نشف إلين فمي نشف أنا لاحظت في صيدلية من كثر ما أكرر نوف 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 ما ينفع نوف فمه نشف نوف مرة والله ما باقي إلا يجف دمي من عروقه يا عمي طيب وبعدك تشك أنت وريتنا أن الشيء هذا إيش هذا الشيء جميل قولي ليش ماسكنا أنا ليش هذا تذكار منها لأني أعرفها دائم تحب النظافة بكل شيء ما شاء الله تحب بيتها نظيف تحب ملابسها نظاف تحب يعني لو قطرة قهوة تطيح جميل يعني على طول آي كلين يجيك اسقاطه ليش مره صغير طيب البخاخ في اشياء انا بقول في منتجات اكبر يعني لا 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 ها ترى قلت لك تذكار ما راح حد يشيل كذا يشيل بيبي يعني تذكار تحطه هنا ترتاح وين شوف شيء حلو غيره
وفي احجام كبيره طبعا ايه للبيوت للمكاتب للقماش لاي سطح ممكن تشوفه بعينك تقدر تنظفه باي كلين. الكود ارتاح الكود W21 طبعا للي حاب انه يسوي يا عمي علشان النقاش ما يطول ما يجوز تزوج ما ابغى اكثر ما يجوز تزوجها غيري اذا انت ناسي انا جيتك استشرتك وقلت لي مارس التجاره وافتح محل فضه اتذكر وادوات تجميل أتذكر. انا سويت فتحت المحل نعم اتذكر سويت سلفر قفت ادوات ماشي. تجميل وفضه كل القطع مستورده ومحليه وبشرك ان نصمم للالماس والناس كلها راضيه من عندكم من عندنا المتجر يخص النساء ولكن من تفرد مزاياه حتى انا كرجل قدرت اختار حلو. هذه شبكه بنتك هذه اللي اعطيتها بنتي نعم لا بنتي ما هي موجوده إيه؟ الان ما زلت اقدمها وانت تجيبها لي الان اشيلها لي سنه في جيبي سنة. ما شاء الله هذه شبكه بنتك ما شاء الله هذه تقدمونها عندكم في المتجر نعم وتنفع تكون يعني هدايا نعم. للزبائن عندنا تغليف هدايا نعم ما شاء الله تبارك ادوات تجميل هذه عن ايش عباره عن ايش هذا سلسال فضة تخصص فضة وأدوات تجميل جميل جدا ونصمم ألماس حسب الطلب إيش غير يعني إيش الأشياء اللي تقدمونها أدوات تجميل فونديشن أرواج مرطبات أساور خلخال خاتم كب إيش اسمه كبك اللي نحنا لا الكبك صح إيه صح خلخال لا عندهم كبكات الفترة الأخيرة إيه عندهم كبكات نغلف الهدايا تميز تفرد بالجمال المتجر هذا طال عمرك خاص بالعرايس حتسبح في الفضة بنتك سباحة يعني أي واحدة عروسة أنت إيه؟ تنصحها أنها تجي عندكم إيه نعم يعني نوف لما جت كانت وكانت عروسة جت عندكم نعم المحل محلها أصلا نعم. كله لها يعني أنت كل اللي يشوفنا ذي الحين يشاهدنا تقول لهم أن المتجر هذا أنت إذا أنت مقبلة على الزواج تعالي عندنا أنا أقول لها أنت كل أيامك عروس جميل بعدك يقدرون يجلسون بعدك حظ كل عروسه صراحه تروح للمتجر هذا انا والله اقول ما شاء الله واذا انت ناسي يا عمي تذكر كتبت لي كودي دبليو 16 لا 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 ما اذكر تذكر ولا تزوج بنتك واحد غيري ومثل ما قلت لك قبل عيب عليك تختار واحد غيري عريس النوم كيف انا جميل رحت المقابر شكيت الحال انت شكلك ان انا شكيت انا شكيت امسك شبكتك رجع متجرك جميل جدا انا عجبني متجرك شكلك اجلس يا عمي تفضل بالنور يا هلا وسهلا والله شوف الناس اللي جايين يخطبون بنتك اليوم كلهم يتغزلون فيها والناس كلها تسمع انا ما احب الطبع بنتي عندها 50 مليار اول شيء اول شيء من جمالها بنتي الان لو تشوفها لابسه جنبيه اول شيء انا جايب لها تشق الوجه جايب لها 50 مليار جايب لها هذا عشان تحصن نفسها يا سلام عشان الله يكفيها شر خلقه لان هي جمالها ما شاء الله تبارك الله حصنتك بسم الله هذا من خوفي عليك شر يؤذيك ومن كل عثرة تقف يا سلام هذا عشان جمالها هي والكوب هذا يعبر عن كل الكلام اللي انا ودي اقوله لها يعني كلام حب واحساس ومشاعر بس ما بي الشباب يشوفون اذا جت قهوه وصبت قهوه هنا يطلع الكلام هنا اوه جميل عرفت شلون يعني متجركم خاص بالاسرار يا سلام الرومانسية والمشاعر والاحاسيس حلو هذه فين ممكن اركبها هذه تركبها على السرير قبل سرير طاوله عندك في اشكال والوان في اشكال والوان تذكر يوم من جيت اخطب يوم جت الملكه انت اصعب سؤال يمر علي الفتره ذي ابى اذكرك يوم اجيب لك هديه رسمه من وجهك ومنك شباب يوم كان في خدود شوي يوم كنت شباب تذكر تمام ذكرتني صح ولا لا اتذكر بس ما اتذكر انك لا بذكرك بحاجه ثانيه تذكر يوم الملكه يوم تقول لي احس ان صوتك حلو غنيت لك وقتها انت إيه؟ ولا انا انا غنى شو ما عجبني دقيقه يا نوف انا قلبي لهوف على الليالي المقبله من عيد مين نوف ما اعرف نوف انا اعرف واحده اسمها جوزتي ها جوزتي لا جوزتي انت اللي يقول الانجرتين ايوه صح؟ جوزتي هذه عشان فهد بارع يعني فهد بارع يقول جوزه وجواز تقول جواز ولا انا اقول زوجتي يعني صح طيب بس هي جوزتي الحين. جميل جدا خلينا نتكلم عن الشيء هذا اللي توزعونه انا حبيت متجركم صراحه بعين. وانا اتوقع اني وافقت عليك عشان متجركم الجميل ايش اشياء ممكن تقدمون عندنا المتجر؟ الرسومات بشتى انواعها الرسم لون ترسم يعني. ايه ترسم لا شخص اي شخص ابيه ايه وبمختلف الانواع رسم بورتريه رسم بوب ارت رسم واقعي رسم طبيعي رسم بالذهب رسم بالفضه عندنا جرابات جوالات عندنا تيشيرتات يعني أتوقع متجرك جميل جدا وعندنا انك شقرت وعرضت علينا اي شخص اي فئه تقدر تورك اي فئه رجال ذكور اناث كل الناس عندنا خصم 30% W08 جميل اسمعني الله يخلي لك بنتك ان شاء الله خلك برجع لك شروري برجع لك معني شاك في الاسم شروري تسمع مني تفضل ها
انا عندي كلام ودي اقول. ليش زعلان؟ انا ماني بزعلان. طيب تفضل. انا ما عجبني كلامهم لكن وقفوا. نوقف كل انا كرشه والله ما اقدر. وقفوا والله نوقف. ليش ما نوقف؟ قال وقفوا. اسمع وقفوا. اسمع يا ابو نوف تفضل. راعي الهوى ما يحب اللي يعادلونه مهام الناس مخطيها وصايبها ولا مجنون يتولع بحب مجنونه يموت فيها بعد ويحب جايبها. خلاص ارجع ارجع نوف بنتي ما 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 ما, ما تمشي بالاشياء هذه. طيب طيب تفضل ايش عندك؟ زاد فضلك عندي طلع عمر السلامة عسل. ايه ما شاء الله ثلاث تسعات. ايه يا صلاح لك وان شاء الله انه بيعجبك. وعندنا عروض وعندنا علم زين وخمسين في المية. وقف سمع اضحك موافق. هلا اضحك موافق. اضحك يا عثمان. لا ماني موافق. طيب تفضل 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 كمل كمل يا شباب. عسلنا درجة هولة ومضمون وشهادة مختبرية ويوصلك لحد بيتك وفوقها يطلع عمر السلامة إذا استخدمت كود الخصم. جميل. يخصم لك 50% ويجيك معها هدية وفوائد العسل تعرفها. معرفها هلا تعرفها. أنا نسيت اسمي ونسيت اسم بنتي. أول شيء مضاد لفقر الدم ويقوي عضلة القلب. في شيء هنا والرئة مضاد الأشياء للجسم كامل. يعني يخلي الواحد نشيط وسليم وصحيح. اي مرة مرة فنان غيرها. ويوصلك لحد بيتك يطلع عمر السلامة معها هدية شاهي ثلاث تسعات. حلو. ومضمون وشهادة مختبرية وعسلنا درجة أولى عسل سدر جبلي. فنان. عندكم عسل عندكم شاهي عندكم كابتشينو. عندنا كابتشينو عندنا يطلع عمر السلامة. كل مكان واحد وبخصم. كلها مكان واحد وخصم لعيونك يطلع عمر السلامة ولعيون المشاهدين 50% استمرنا فيه. جميل. اسبوع قدام 50%. جميل جدا جميل جدا. نبدا في المتجر الثاني ولا تفضل. زاد فضلك. متجرنا الثاني ريفي. مع ريفي تحلى اللمه. لما انك اجتمعت يا طول العمر السلامه مع اصحابك ولا طلعه ولا كشته ولا شيء مع القهوه معموله الكليجه عندهم بدون خالي من السكر يعني صالح للناس كلهم اللي مع سكر ولا مع امراض ولا شيء يصلح له خالي من السكر. هذا معمول الكليجة فيه معمول بحبة ينفع للطلعات ينفع للروحات والجيات السمرات السهرات القهوة العصرية طال عمر السلامة مع الوالدة مع أخوالك. سلام مع خالك اللي صايد الجو. يا سلام لما أنك جهزت الشادلية طال عمر السلامة عليك بالمعمول اللي خالي من السكر. هذا معمول حبة البركة والسمسم عندنا. وعندنا معمول الكليجة بزيت الزيتون. حلو. هذا من أفضل المنتجات اللي عندنا. جميل جدا. وعندنا معمول الكليجة بر انواع واشكال. انواع واشكال عاد هنا نجي. ينفع للناس الصحيين والناس الصحيين. خالي من السكر المعمول اللي عندنا سلام. خالي من السكر عندنا هنا عاد المفاجأة الكليجة اللي ما بعدها اللي هي كليجة ريفي بالدبس الملكي. عندنا كليجة لف اشوف خلي الناس يشوفونها هنا. شوف خلي المشاهدين يشوفونها. هذه الكليجة اللي بالدبس الملكي. طبعا عندنا حجمين اللي هي من بالدبس وعندنا الكبيرة. عندنا خصم يطلع عمر السلامة 10% إذا استخدمت الكود W02. وإذا طلبت يطلع عمر السلامة بفاتورة أكثر من 200 ريال يوصلك لحد بيتك مجانا. جميل. هذا علمي سلامتك يا أبو نوف. معليش قطعتها أبو نوف. معليش. فنان عجبتني جدا والله عجبتني. هذا وشو هذا ينأكل ولا وشو؟ لا لا لا. فضل فضل اشرح لي عنها. واحد خاف مرة أن قطعها. فضل هذا وشو هذا؟ اسناني تفضل وش؟ باكلها. طيب خيوط الزعفران. يا سلام. لكن عشان تدري اني انا اللي كنت متزوج نوف تذكر الاغنيه اللي كنا نغنيها في المجلس؟ وش كنا نقول؟ كنا نقول روح يا نسيم القلبه ها سلم لي على اللي بحبها ها عرفتها؟ هيك ها؟ اكل بالعافيه. هذا سكر. هذا سكر نبات تحطه مع الشاي. ما يحتاج تحط سكر ولا زعفران ولا هذا ما ينأكل كذا؟ لا لا انا سوهقتك والله ما ينأكل عادي سكره. تبغى تمرضني؟ لا لا اكل معك؟ لا تفضل. هذا سكر نبات طال عمرك مع الشاي. اذا ما تحط زعفران وسكر حط دي بس ذوبها وعليك بالعافيه. عد عد الاغنيه. والله عجبتك؟ عجبتك. رعي نسيم القلبه سلم لي على اللي بحبها كمل عجبتك؟ اي والله كثير. عندنا طال عمرك
هذا يمكن يوم نوفي يوم كانت تسوي لي كيك تذكر؟ وش كانت تحط مع الكيك؟ زعفران، الصوص حق الزعفران. الزعفران صحيح تذكر؟ أتذكر هذا الصوص حق الزعفران. الله يطول عمرك. عندنا شاهي، ور الناس. عندنا شاهي طال عمرك. تسوون شاهي بالزعفران؟ فن شاي ما في، ما شاء الله تبارك. عندنا جميل الخربيط جدا. هذا عاد اللي ما تزين دلوقتي. يعني انت تنصح ان اي شخص يبغى اي منتج من منتجات الزعفران يتوجه لخيوط الزعفران؟ خيوط الزعفران جميل جدا. عندنا اللي هو عاد ما تزين دلتك الا بالزعفران، جميل جدا، ريحته طيبه جدا جدا. انا لاحظت الموضوع هذا طال عمرك بخاخ. هذا اول كبسه إيه؟ سوتها نوف وجيت انت نشبت النار. ما تعرف تطبخ. الله لا يحييك. ما تعرف لا هي ولا الاحول ولا زوجة الاحول. شوف شوف شوف، ما يعرفون. عشان تدري ان هذا ايش؟ هذا للكبسات والاكل. طعم ورق. ودك تقاضى ولا ما تقاضى؟ لا والله. اي والله. طيب تفضل. وفوق ذلك مدلعينكم. حلو، مضبطينكم تضبيط ما تحلم فيه. حلو. قل لي ايش الدلع؟ هنا الدلع. هنا وين؟ اول شيء في المتجر نفسه خاصم لك 50%. حلو. على جميع المنتجات 50% في متجر خيوط الزعفران. متجر خيوط الزعفران جميل جدا. وفوق هو شو؟ اذا استخدمت كود W15 يخصم لك 5%. كودك انت شخصيا إيه؟ يعني يدخل على الرابط، يرفع الرابط على فوق، ارفع الشاشه على فوق، ارفع الشاشه على فوق، بعدين المنتجات اللي بي اوريدي مخصوم عنده 50%. يحط الكود حقي يخصم لك 5% زود، يعني 55% على اي منتج من المنتجات. على اي منتج من خيوط الزعفران. يعني انت تقول للناس خشوا المتجر هذا وارفع وخش وعيش. 55% جميل. 55% افتح شغل بطل. اي خدمات؟ الله يستر. سلم شاك فيك حبيبي اورنس. يعطيك العافيه. في هنا حشوه خاف تنفك. يا هلا والله. مرحبا. تفضل. عندنا يا طويل العمر عطورات دار عطور فاخره. حلو. الشميم. يا سلام. عندنا العطور روائح فاخره من الاخر، مناسبة جدا للجنسين، اللي هو تصلح النوف وتصلح لك انت بعد، وثابتة على الملابس لمدة من 7 ساعات الى 12 ساعة. جميل. روائح حلوة جدا، ويجيك توصيل طبعا مجاني من فوق 200. انا ليش اذا ابغى اشتري عطر اجي عندكم بالذات؟ عشان الروائح مناسبة جدا. كل الروائح مناسبة، ليش انتم بالذات؟ ايه ليش؟ عشان عندنا خصم، عندنا عروض كويسة. أول مرة أشوف عريس يرشح العريس الثاني، يغشش. ما غشش؟ لا غششت. غششت. ما غششني. تفضل كمل. عندنا خصم يصل إلى 20%. 20% على العطور. إيه. جبار جدا. وفواح هذا أول شيء. عطور أسعاركم مناسبة. مناسبة جدا. كل شيء موجود في المتجر. كل شيء موجود. عندنا. يعني كل اللي عليهم يكتبون شميم. عندنا عطور وعندنا عود بعد. يكتبون شميم. تمام. خصم 20%. الروائح جميله جدا. في عطور وفي عود بعد، بس ما في في عطور وفي عود بعد في نفس الوقت. حلو، بس ما في ايش؟ بغيت اقول بس ثلاث مرات. لا بغيت اقول ما في غير عطور، في عطور وفي عود. جميل. نسيت اني اقول عود. نسيتني. قول انا كيف اسافر واخلي نوف. انا كيف اسافر واخلي نوف واسكن بديرتي وما تعيش بها. الله. الكود W20. الله يا سلام. أنا بشتري من شميم، أنا بشتري من جميع المنتجات صراحة. مناسب. شروري شروري هذا، أنا أعتقد أنه هو اللي هذا المملك، هذا اللي جاي يقول حطي. هل ترغبين بها؟ أنا شكيت. سم تفضل. بداية أنا يعني جابوني الشباب قالوا ظهر كان في ثنتين ياخذون. في ثنتين درينا أنه ما في إلا نوف. كم بالله قل لي كم المهر؟ لا 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 الميزانية 50 مليار. يوم انا درت ان الموضوع كذا غيرت رايي. والله الشباب فيهم خبرك، بس انا ودي انا اتقدم. يعني كنت مملك، انت جايب بصمتك والكتاب حقك. غيرت رايي. خربتها. غيرت رايي. خربتها يا مطوع. تفضل يا مطوع. سم تفضل. اسمع يا عم، انا وش عندي فلوس. كم عندك ميزانيه؟ الحمد لله بشك عندي خير. على سنه الله ورسوله. على سنه الله ورسوله. تفضل. انتم زين مني في شيء؟ كمل يا عم. انا قلت المهر، ما ابغى المهر يكون فلوس، ابغى المهر منتجات. تذكرني ايش كانت منتجاتك؟ اول شيء جديد البال الفضه معروف يا شيخ. صحيح. هذه لك يا ما احب الورود والله، لكن عشان هذه النوف. هذه النوف ولا لي؟ نوف. خليني اشوف اذا انت على سنه الله. اذا ممكن وصلها لها يعني. حاضر. تفضل. ايه عادت اقول قصيده فيها. قصيده؟ ماني قاعد. انت رومانسي بزياده اليوم. اقنعك زياده مره. ترى ماني نوف. قاعد احاول اقنعك ترى لا تكون رومانسي زياده. ها؟ يعطيك العافيه. ركز على الكرشه هنا.
تفضل يا شروري. طيب اول شيء شروري يا عم انا شوف جمال الدين والقابليه اللي فيني سيمان بي وجوي الحمد لله ما شاء الله تبارك الله خاف تتعمص تصلي ركعتين بغيت تفضل يا عم انا الله رزقني الحمد لله بشركات وتوسعت في التجاره بنتك ما مقاصرها شيء سفرها سنويا متجرك ركز لي على متجرك عشان هو المهر بالنسبة لي إيه بقنعها أنا بقنعك إيه لا تقنع بنتي تقنعني متجرك الآن تفضل متجرك مكالمة صوتية معها يمكن أقنعها دايركت لا دايركت لن تسمع صوت بنتي تفضل طيب يعني أنا عندي سنابها أنا الله أعلم تفضل لا عم تفضل أنا عندي ثلاث متاجر عندي ثلاث متاجر يا عم إيه عندي الله فتحت أنا فتحت عطور حلو ضعت هذه ربكة الملكة يا عم ربكة أول مرة تملك والله طيب يا عم أنا عندي ثلاث متاجر وبشرك الله رزقني وتوسعت وتشد توزعت في المال حياك والله توتر تفضل يا ابني تفضل أتكلم عن متجرك طيب تميمي أنا إنسان أنا أبغى مهر وبنت أنا أحب التنوع في التجارة ما حصرت تجارتي على نوع معين والله ما لك الحمد لا أحب التعدد في التجارة تمام وأبشرك دخلت في مجال العطور وأبدعت في مجال العطور حتى أني شفت الشيء اللي يحتاجونه الناس يحتاجون الناس كانوا يحتاجون حجم صغير عطور بدل ما يأخذ عشان ممكن يتنقل معاه في أي مكان كم حجمه 50 ملي وهذه العبوة أقدر أحطها في مخباي طال عمرك وتتنقل ولا نعم وخلني أطيبك منه يا عم خلني أطيبك منه عشان قل الله كيف أقنع الناس طيب العطر طال عمرك الله إيه حنا طبعا مناسبات حبينا ان عطورنا تكون رسميه انا يوم جيت كملكه ترى ما اخترت لك الا العطرين اللي معي جبتها لان عارف انها بتبيض وجهي يعني في عطور رسميه وعطور نعم انا جبت لك العطرين هذه اللي عندنا طال عمرك وابدعنا فيها عطورنا ثبات جوده عاليه اللهم لك الحمد من خطوط احاديه في العطور نفسها شهاده كثير من براندات احنا فينا اللهم لك الحمد حتى المتجر عندنا متجرنا الالكتروني لو تدخل تشوف رضا الناس اللهم لك الحمد تجد عالي عندنا سوينا خصم طبعا 10% على سوينا كود اللي هو W01 يعني التوصيل عطوركم على نعم طول جميل التوصيل طال عمرك موجوده مكوناتها موجوده نعم موجوده مكونات طبعا هذا مكونات هذا عطر اوزي هذا مكونات اللذر تمام طيب عطني المتجر الثاني اشوف اللي قدمته انت ايه الله ينور ذكرت الله ينور حتى انا احس اني بديت اتذكر بس الله شو المنتج اسمع لو سمحت خليك على جنب يا عم لن ازوجها الا واحد يستاهل على سنه الله ورسوله تفضل احلى شيء في الحياه الزوجيه اللعب يا سلام شوف العب معها شطرنج اكس او هذه شطرنج اكس او هذه ايش يا رب هذه انا قد شفتها اللعبه دي هذه شطرنج ولا كيرم لا هذه اكس او العب انا اكس او قول ما بين الحرمه تبي سنع ما تبي لعبه الله يرضى عليك لا يا عم عندنا انا عندي محل اسمه منو ايه منو هذا طال عمرك اسس البيت كامل من عندك ما تدفع ريال واحد ما تدفع ريال واحد اسعاركم كيف يا جدا حلوه ومتناسبه وعندنا اشكال واجد صناعه انواع واجد يعني عندنا تحف عندنا باليد عندنا تحف عندنا اثاث عندنا العاب منزليه عندنا كوشنز ما اسمه متجر نوف ما يسميه منوى لا منوى يعني يكفيك عن العنوه يكفيك عن العنوه ما أحبه تمام وفي العاب العب انا وياها العب حلو عشان اقنعها ما ركزت على المتجر الحين تركزت على الالعاب ركز على المتجر فعندنا عندنا كوشنز عندنا متحف عندنا لوحات عندنا كل شيء أثث البيت كله من وإلى لا أروح أدفر الأسواق لا أدخل المتجر طال عمرك من وأثث البيت واللي أبي اللهم كحمد عندنا خصم سوينا خصم W W 01 يخصمنا 20% يخصمها دقولي على نوف بدون ما ندق على نوف لأني ما أدري نبي نسمع صوت وصلتني رسالة رسالة كذا أحس إنها جتني رسالة بالله نوف إيش قاعد تقول نوف تقول نوف تقول محمد العبيان على المليون شجرة يستاهل ما هو تقول ما هو بس إنه تأخذ ياخذ كم 700 وعلى الثاني 900 أما أورنس 650 ريال عثمان أخذ 750 عشان يأخذ مرطب لا إله الروقي 700 الفريدي 800 ومصرط على المتجر الأول 800
والمتجر الثاني 700 ومشاري شرشوري المتجر الأول 600 والمتجر الثاني المتجر الأول 700 والمتجر الثاني 600 ما في متجر ثالث صح؟ في متجر ثالث؟ تبي تلعب عليه أورنس كم ياخذ؟ 50 100 200 300 600 650 يستاهل أورنس 650 يستاهل ما تكلمت عن متجرك الثالث ليش؟ ما طيب تفضل علي بسرعة لأن عندنا يعني العرس الأسبوع الجاي زين لا لا خلاص عند بنتين بس واحد فيكم أنا ما أدري من هو أنت من هو أنت من هو أروح أجهز نفسي والله أتذكر بس ما أدري من هو في بالي تفضل يا عم والله عندي أروح أبكي عليها برا أروح أبكي على الأطلال وتعال بسرعة أكتب بيتين شعر هجاء فيها كنت طوع عندي شكله بياخذها تفضل يا عم أنا حالف والله أقنعك أقنعك تفضل علاقة بفلوس يا عم أنا دخلت في مجال الأقمشة وابدعت الله ماك الحمد روح واشتهر اسمي عند الناس ورضى العملاء ورضى الناس الله ماك الحمد حتى اننا طال عمرك تخصصنا في الأقمشة وابدعنا فيها والحين جيناكم جبت لكم معيار عشان الزواج بعد اسبوع بعد اسبوعين ان شاء الله نفصل انا وانت بنفس الثياب حلو وش هو التميمي للأقمشة طال عمرك سميته التميمي للأقمشة تمام له اسمه وله سمعته سوينا عرض طال عمرك قماشين تمام ايه قماشين مع مسبحة مع اللوجو طال عمرك 225 شامل الشحن شامل الضريبة شامل كل شيء طبعا الضمان على الأقمشة سنتين ضمان ما يكمش ما يقصر ما يجمع يجمع الأوساخ الكهرباء ما الكهرباء إلى غيره أبدعنا والله مك حمد رضا الناس والجمهور يعني بس تكفى يعني خامة وفخامة والوان وكل خامة وفخامة ما جات بس يا عم تكفى طيب طارق. جميل جميل جدا شكرا لك إيش عندك أنت عندك متجر ثاني ايش فيك تاكي كذا؟ توكل على الله طبعا يا عم توكل يا عم واقف كذا ومسوي عنني من اهل البيت ها؟ يا عم اخر شيء اخر شيء كود خصم دبليو 01 يخصم لك 5% خذ 50 والله خسارة فيكم انت ونوف اللي ينظف لكم 750 750 قال نوف قال يلا يلا تعالوا تعالوا الباقيين تعالوا والله اني شاكي للحين 750 اوه يا روحي والله اني ما ادري ايش تضيع فيني ما ادري ما ادري يا اخي انا انسى 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 هل هو كبر هل هو تخريب خربت يا مطوع لا ليه تفضل 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 السلام ورحمة الله قرب عند نوف لا لا تعال تعال أتكلم وين نوف تعال تعال والله اللي يقرب عند نوف ها إيه اللي يقرب عند نوف والله عنده بنوف لرنه بهذه مع راسه المكنسة تهب على وجهه والله لحبه إلا نوف أنا ودي تقرب عنده حرام فنان حرام فنان أنا ما هم من الفلوس لا هم من الدنيا ولا دبي إلا نوف أبوه أنا أبغى واحد رجال رجال والله اللي يقرب عند نوف أي نوف نوف اني ادق خشمه والله صح اجلس اجلسوا شاش راسي شاش راسي اجلسوا ونقول بسم الله ايش عندك انت يا المغرب الولهان نوتس بوكس انا اللي قلت لك اللي خلعتني نوف ايه خلعتني نوف جميل كنا ناكل انا وياك ورده لابو نوف نوف ابو ورده وابو نوف شكرا الله يعطيك العافيه تفضل ايش فيه متجرك نوتس بوكس هذا اللي كنا نحل عليه الله يذكرها بالخير نوف مرحومه يوم ما مات لا يعني المرحومه في زمن النسيان حلو يوم خلعتني كنا طال عمرك شوف 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 حتى جايب لك كراتيننا الفاضيه ولمساتها شوف 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 والله يا ابو نوف انها كانت تدخل نزل ثوبك يا مسلم كيف تبغى البنت ايش التغذيه البصريه السيئه هذه عشان عشان اتحمل صح والله كنا يا ابو نوف كانت شوف شوف صيبعاتها تشوف يو يا صيبعات الخير صح صح كانت تاكل هنا ركز على المتجر تشوف هي انا معلم كانت تاكل كانت تسلم كانت تفرم فرم ما شاء الله الله يخليها لابوها دب البنت فرم فرم ما تخلي فيه عيشه وكل ما تجيب لي نوت بوكس كل ما زعلت علي نوت بوكس انا ولد ابوي تزعلها على طول ما زعل يا ودي شيء زعلها لو ما لقيت دجاجه زعلت لو ما لقيت اكل ركز لي هنا مركزك هذا هو عليه وانا اخوك طيب ايوه وكنا نجيب مقشره شو اسمه مكسرات انت جبت لي ذاك اليوم في المهر اللي خليتني اقتنع اني ازوجك بنتي هذا انا جبت تدري جبت ولا لا؟ جبت جبت معاها وقتها نوت بوكس وابتسام وحبه خشم على راسك طال عمرك نوت بوكس هذا الابتسامه والحبه عشان المكنسه نوت بوك جبتها طال عمرك وجبتك وقتها مكسرات ومقرمشات المقرمشات جايتين من تركيا ولا والمكسرات من ديرتين ثانيه طال عمرك حلو فانت عجبت فيها كنت بصحه وعافيه فقلت والله ان هالولد انه ما يروح عند بنتي والله لا زوجها نوف انا قلت والله يقول لي خليك لين قلت هذا شيء انا احلف كثير ترى انا ادري عشان كذا قلت لك فقلت والله لا تزوجها وقلت لي وش عندك بعد كنت هونت قلت ها توك بعد لو تبي تطلب جماعه كامله بوكس واحد فيه تسع حبات قردنتني فيه ايوه وقلت وانت كنت ميلت شوي قلت تعال تعال في كود قلت وانا وش استفيد من الكود يا احمد قلت خصمك 15% قلت انا ولد ابوي ولد ابوي شوش راسك
شو وش راسك وانت تطلب لجنة تتذكر اها واذكرك زياده يوم وصلك مجانا انت والجماعه حقتي شفت كيف يوم صفقوك جماعه يعني هذا وصلنا مجانا والبوكس هذا فيه 8 اشياء تسع اشياء وانبسطنا فيها يعني اي واحد بينبسط اذا جو عرسان ولا بينبسط مع اهله ياخذ البوكس هذا بس يطلب البوكس هذا يجي كل الاشكال جميل لا يروح يدور لي مقرمشات والله يقول ابي لي مكسرات لا 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 اطلب البوكس بعد راسه ويجي كله زي كذا بعد يجيك وانت مريح بس يعني ينفع للجلسات العائليه والجلسات الاخويه والصحابيه العائليه والصحابيه والاخويه والرومانسيه يا نور جميل وفي اشياء منوعه يعني يدخل موقع يحصل اشياء اللي يحتاجها يحصل كل شيء حتى يمكن يحصل لي معه خصومات 15% فنان كود W14 في اكثر من كذا هلا بالمغرم الولهان وهديك انا فين شايفك من قبل جيتك خالد لا 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 سيف خالد سيف خالد ها اللي ودك ابو نايف ابعلم انا عندي علم وجايك تقوى الهاجر يا سلام ايش لي بقى عندك تفضل تفضل انا حب وحده حبيت وحده هو نفس قصته لا قل لا اله الا الله تفضل وكلمتها امس وكتبت اغنيه وكتبت قصيده ظننت تشني القصيده وش القصيده البارحه كلمتني نوف ايه خلتني اصغر من الذره اصغر من الذره الذره على طولك هذا ست اصغر من الذره تخيل شوف بالحب كن فيكون الله اكبر البارحه كلمتني نوف خلتني اصغر من الذره تقول ايش صار اغرى منصوف بين اشجار الريش والذره الله ما لومها لو لحقها خوف من كثر مغليك محتره الله من كثر مغليك انت محتره هي انا صارت تغار مني تستاهل شفت تستاهل ابو نايف فانا استخرت امس وقررت اني بتزوجها ان شاء الله احنا تزوجنا خلاص لا انا يعني ايش فيك انت الحين ايش فيك انت اسمع ما شاء الله مش ايش الليله بس يقول ادخل في المتجر اعطيك العلم قل لا اله الا الله تفضل فانا متجرك بعلمك يا مسلم واحد دقيقه حول وهذا بعطيها اياه عشان يعني مهر وزي ليش ما ترفع صوتك مهر ايه بعطيها مهر ايه فهذا بدك تجيب بريك اصبر هذا ايش؟ هذا الهندي هذه توله هذا الحين بيوريني اياها توله توله شوف 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 الجمال والريحه الطيبه ما شاء الله خلي الناس تشوف انا مو مهم تقنعني مهم انك تقنع الناس وتذكرني اشوف هذا هندي ما شاء الله تبارك الله هذه ايش هذا الحين هذا اللي انا هذه توله واسمه هندي وبوريك توقعتك هذا وش؟ هذا خشب لا عود هذا عود ولكن ما هو منظف فهمت هذا عود هذا عود المرواس وين حلو حلو بس خلي اعطيه اسمع هاي بينه تنظيف من داخل فاحنا مجهزينها لك يا رب تستر عليهم فاحنا مجهزين لك شوف حلو حاولوا تستعجلون لان باقي ناخذ اتصالات وباقي ناخذ افضل بعلمك بعلمك وهذا العود اللي على كيفك منظف جاهز يجونك رايجين ضيوف الضيوف لهم حق انك تجيهم بحفاوه طيبه تسويقك خذ راحتك في تسويقك لكن إيه لا تطلع عن التسويق أقول لك يعني يجونك رايجي ضيوف لهم حق إنك تعطرهم بعطر طيب وعود طيب فحتى بعد تخيل إن في خصم 30% خصم عندكم 30% على الأمور هذه 30% كلبوها وأي مكان يودونها لهم بالسعودية أي منطقة يودونها لهم فالأمور طيبة وكل شيء طيب عندنا والريحة بعض المرات تجيك مثل العود هذا تجيك ريحته قوية فاقعة تغثك جميل جدا عجبني تسمعني فهذا يعني لا هي قوية ولا هي خفيفة وسط يمين ويسار لا ما هو يمين يسار وهو بالوسط خير الأمور وسطها فهم حطوه بالوسط له قوي اسم المتجر قمة تخيل قمة من الأبداعات يعني اللي سووها في بيتك تفتح القمة تبغى تهدي شخص عودة معينة ولا شيء معين أيوه. هذا شوف يعني أنت قاعد توريهم الأساس اللي وين يجي وين يجي بالضبط بعلم ولا عنده والكود W09 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 كم 30% جميل وقمة واسم قمة هات. أنت القمة أنت القمة يا قلبي القمة فوق 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 ما شاء الله تبارك الله اجلس تفضل أول شيء أنا أعتذر من النوم كني زعلت في موضوع الميزان قول له لا تعتذر خلاص شريط عندي في السياره بسمع كامل خلاص اعتذاري بس يمكن زعلت قبل شويه طلعت لها الميزان وكذا لكن جيتها بهارات سره ما شاء الله خليها تشرح في الكبسات كل البهارات عندنا موجوده بجميع انواعها جميع انواع البهارات حلو. مطبخ ما في سره ما هو مطبخ قالوا عندك مطبخ قال ايه قالوا في منتج سره قال لا قال ما عندك مطبخ جميل وعندنا باقة الخزامة فيها أنواع من البهارات كثير في باقة الشتاء في باقة خويشتا
بالزنجبيل ومشتقاته كامله. فهذا اهداء مني لك يا نوف، نبي نشرع في الكبسات ودبي في العيشه. تعرف ما شاء الله ما انت بسمينه، كل ما كليتي شوف الميزان في في اكسانا يوصل لك في اي مكان. دبل الخفات ها ترى انحفت صارت نحيف صارت زي العود هذا. تدري كم الخطه؟ تدري كم كان وزنها وكم صار؟ كم كان وزنها 210 تمام، صار وزنها 151 على الدبل. صعب الدبل 151 صار زي العود. هذا شو شيء ها؟ شوف بس هذا، شفت هالعود هذا جدا انا بنتي يا شف. وليد شفت العود ذا؟ مو اي عود، هذا الطيب، هذا طيب. طيب. انا اذكر بنتي بالطيب. اي هذا الامور ناعم، ف بخليها تاكل لين تقول امين. حلو. والميزان هناك كل ما حسيت انها سوينا رياضه سوا. طيب فبهارات سره جميع الانواع موجوده وسهله الاستخدام. سهل. اسعاركم كيف؟ الاسهار متناول جميع الاسعار والاسهار الاسهار هذه تستحق السهر. الله الاسهار سواء ناكل سره سره في كل مره. حلو. استهلينا يا دره يا الله. اقسم بالله. كم كم الكود الخصم اللي عندك؟ عندنا كود الخصم W17 يوصلك مجاني اصلا، متجاتل ما تحتاج خصم لان اسعارها جدا جدا مناسبه بشكل يعني ما تصور. يعني انا اقول لكم انصحكم انكم تخشون الموقع متجر سره بس تشوف كذا وانت في البيت كذا تحط اللابتوب كذا على الكرشه وتشوف تخش متجر سره ترفع 200 كم كود الخصم؟ كود الخصم كم؟ W17 حق زايد بن ساور على طول خصم صلى الله وبارك. تستاهلين والله. يعني واذهب الى مطبخك واجعل من منتجات سره في مطبخك. واو وليدو وليد وليد عساك بتزوجين ذاك ابو نايف. تكفى اقدرك واحترمك. الله يرحم والديك والله. بعطيك اغنيه. اعطني اغنيه. شنو من الاغاني؟ لا في اغنيه جميله جدا حقت اعطونا من اغاني الرجال الطيب ذا. من اغاني يا عيال خالد الرحمن. ايه. وشلون مغليك وانت الذي علمتني حبك يا هاجسي. يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب مو بعادله. اسمها لي هلا الغالي. مرحبا يا ولي. حزين حزين من الشتاء ولا ايه؟ تذكرت نوف. هذا حسن ما له فيها بس يقلدكم. دموع عيني حولت فوق خدي عذرتها لانها على شان غالي. الله الله. طاحت دموعي غصب ما هو بودي الود ودي ما تشين الليالي لمدة وظروف الأيام ضدي يا قول تصفى والزمن ما صفى لي. كنت أتقهوى أنا ونوف وحنا طالعين في جبال السودة وذاك الجو الزين من قهوة المناخة في 16 في بوكس في أنواع للقهوة وأظرف للقهوة المناخة قهوة متخصصة ومختصة في تعديل المزاج بكل ما يحتاج. عندنا كود خصم W07 يخصم لك 15%. عندنا اتصال والهان. مرحبا مرحبا. شلونك يا قلبي؟ الله يسلمك. دقيقة كثر ماني مشتاق. تقدر تسكت شوي بس عشان كرعاني يخلص؟ إذا تسكت أبو نايف خلي كرعاني يخلص. القهوة يعني مكالمة تصويت. القهوة المختصة لكل ما تحتاجه من المناخة تعدل مزاجك. شرط أنها تعدل مزاجك. تطلبها تحدي 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 بشجاعة. تحدي تحدي والتحدي هي بفرسان. فرسان. لا بمحبة خشم ولا محنية. هل القوطي المزاز تلقاه في الدكان وهل السيف ابو حدين تلقاه في الهيئة. اهي ندخل لك في المتجر الثاني يا عم. 700 يلا يا رب. باقي متجر ثاني. حطنا الله يعطيك. كلكم طبعا ما يا عم يا عم باقي ما اتذكر انكم يا وليد. وليد متجر ثاني يا عم انك انا وياها بديك تفضل. عندي يا عمي شاحن لك عشان جوالك انت بعض الاحيان تقول استعجل استعجل اشحنوه اشحنوه. جايبك شاحن من اوكي شاحن سريع يشحنه في غمضة عين تلقاه مهوب أول ما يطفى يصير أحمر على طول يصير أخضر فل. في كم؟ في 15 دقيقة له فل وعلى ضمان سنتين من متجر فنون الجوال يخصم لك 30% التوصيل. كودك
W0 7 من الجوال على طول تخش في شيء تثق من يعني فيه ذي ضمان يعني احنا نخاف دائما من الالكترونيات انها تنفجر ولا تولع انتو ما شاء الله تبارك الله خاصية التي اي بسي الشحن السريع طيب بيتي 700 بيتي تفضل قضاء دحدر تفضل هذا النوف يقول كنا انا وياك يا نوف والثالث الليل وكان كل الليل يضيع بيني وبينك بينك حنا تعودنا على بعضنا حي هي. هذا انا والليل بس انت وينك الله نوف. اللي يلومك الله يلوم ما في خير انا اشهد الله لا يلوم اللي يلومه انا اشهد الله لكن يوفق ما 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 نوف ما اعتقد انها يعني ما اعتقد انها ما من نصيبك خذ 700 خذ 700 خذ والله لو تدق على وزير ال 700 انت برضو خذ 700 وانت تاخذ برضو 700 والثانيه تاخذ 650 وتستاهلون جميعا والله ما في مجال يا الله يرزقها يا عمي انت عذبتيني في حياتي يا نوف ما ادري مين اللي ما ادري عريسك من هو وانت تفلحين تروحين تتمشى الحين تدري وين تتمشى الحين في القنفذه عودي عودي 700 الليلة أنا تعب أجامل ضروب كل ما نويت أمشي طيب قبل شوف قبل بس أقول لكم حاجة معينة بس أشوف هاي جيب توكل على الله يا مسلم لاني اراها الا زوجها على سنه الله ورسوله توكل على الله يا شباب ابوضح لكم حاجه ابوضح لك شيء معين فقره يوم الاربعاء قبل ما نبدا الاتصالات ونعلن صاحب افضل صوره تصميميه فقره يوم الاربعاء اللي هي اليوم عباره عن فقره تسويقيه للمتاجر بشكل مرح عشان الناس ما تطفش وما تمل من كثرة التسويق للمنتجات هذا الشيء الأول الشيء الثاني يا سيف لو تسمع لو تنزل شوي كذا تنزل شوي إيه الشيء الثاني حنا نسوق يوميا فالمشاهد والمتابع يمل من أنه يتابع المنتج بشكل يومي وبتسويق مباشر أيضا فرصة أن حنا نوزع للمتسابقين أرصدة مالية كدعم يعني أرصدة ما بتكون يعني ظالمة ولا تكون منخفضة ولا تكون عالية أرصدة تساعدهم أنهم يخشون في المزاد فأعتقد أن كل شخص ينتقد فقرة يوم الأربعاء وشخص لا يعلم بأنها تنويع في أفكار التسويق بشكل غير مباشر عشان الناس اللي زيك الله يعطيك العافية ما يطفش على قولك طيب بستشير الناس اللي يدقون علي أشوف لأني أتوقع أن كان في معازيم حضروا ويتذكرون العريس فبستشيرهم اشوف وبرضه ماني ما اتاكد ما اعطوا اعطونا الو السلام عليكم مين معي نوف من الجبال نوف من وين من الجبال لا من الجبال طيب يا نوف مين اللي كان موجود ذاك اليوم علي الجعيدي علي الجعيدي علي الجعيدي علي الجعيدي يستاهل علي الجعيدي ولكن برضو بفكر في الموضوع اعطونا اتصال ثاني عشان أأكد الو الو تفضل من معي الهنوف يا الهنوف من وين من الرياض من الرياض مين اللي كان معي ذاك اليوم يا الهنوف فهد من فارع لا 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 اطول اتصال بعدها شوف الو اتصال الثالث الو اهلا وسهلا مين هلا والله عليا الراجي مين عليا الراجي طيب يا عليا من وين تكلمينا وذكريني باسم المتسابق من الرياض مين هو المتسابق فهد فارع للمرة الثانية اليوم هو الأكبر سلمان فهد من فارع طيب أعطوني نورة الاتصال اللي بعده
الو معكم. كيف الحال؟ مين معي؟ نورة. طيب يا نورة، من وين تكلمينا؟ من الرياض. طيب يا نورة من الرياض، مين المتسابق اللي كان معي أنا ذاك اليوم؟ محمد العبيان. محمد العبيان يستاهل. لا إله إلا الله. كم اتصالي إلى الآن؟ أربعة. باقي لي اتصالين؟ طيب بسم الله. ألو؟ ألو السلام عليكم، من يتحدث؟ عبير المطير من مهد الذهب. عبير المطير يا هلا وسهلا، مين المتسابق اللي كان مع أبو نوف قبل أمس؟ سيف المطيري. استخذني بقايا جروح. استاهل سيف المطيري. أعطونا الاتصال الأخير ونقفل. وفي أصوات ذهبية أعتقد، أتمنى تشوفون، لا تنسونها. هلا أبوي، هلا أبوي. طيب أعطونا الاتصال الأخير. ألو ألو السلام عليكم. السلام عليكم. من مين يتحدث ومن وين؟ من الرياض. سهام فيصل العرجاني. فيصل العرجاني، الاتصال الأخير فيصل العرجاني. أعتقد أنه ما هو موجود فيصل، مرتبط بليلة الليلة اليامية. انتهت الاتصالات، مبروك للناس اللي سمعوا. الآن صاحب أفضل صورة الصميمية واللي هو أعتقد أنه هو العريس. بعد تحية من العين، أطول تحية، تحية العريس هذا اليوم. دقيقة، شوفوا لنا الأصوات الذهبية، شو وضعها؟ طيب تعال انت، تعال تعال يا بناي. لا لا اعلمكم انا، اعلمكم. تعال تعال انت، اي تعال تعال انت، تعال منها. اي سناك 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 يا مدربي سناك. اسمعوا العريس، العريس اللي اليوم اجلس اجلس، لا تشوف، لا تعطي صورتها الا عريسها. اسمعوا سمحانك البشر، وعوا عريس اليوم. تسمعوني فريق الكنترول والاعداد، تسمعوني ولا ما تسمعوني؟ طيب ما تخبى يا عريس. طيب عريس الليلة، ما أقدر والله ما أقدر، الكنترول يشرح لي يقول افتح الصورة، لكن أنا ما أقدر، لازم أفتحها الآن، لازم الناس تشوف، لازم الناس تشوف، ما أقدر، أنا لازم أحط وأمشي، أنا بمشي أبغى أقول عريس الليلة وأمشي، سامحني، تصرف يا باضة، تصرف تصرف. عريس الليلة اللي أنا تذكرتها الآن، وصاحب أفضل صورة تصميمية، وأنا معليش بعض صورة معليش صاحب أفضل صورة تصميمية واللي عريس الليلة. لا حد يجي، لا حد يجي، إذا أنا لا حد يجي، ما أسمح لك، ما حد يجي. صاحب أفضل صورة تصميمية هو، لا حد يجي، حد يجي، حد يجي، ليش بح حد يجي؟ عريس بنت نوف ومحمد العبيان. وخر وخر، خلها خلها. لا عيب يا ولد، عيب. يلا على المسرح كله. اللي يساعد غمالي من كل عمل والمالي من هالبدل وعيالي. عريسنا محلى محلاه محلى، الكل يتمناه الكل يتمناه، ومحمد يا محلاه محلاه محلاه،
الكل يتمنى الكل يتمنى القمر الغالي كل السعادة همالي من كل عمل والمال من كل أمال طل القمر الغالي كل السعادة همالي أجامل محمد عبيان ليش طلعت انتم كلكم؟ كلكم طلعتوا؟ ايه هذه؟ ايش فيكم خفتوا يا الربع؟ ليش خاف الربع؟ كل ليش طلعوا كلهم؟ اعوذ بالله من الشيطان والله بيني وبينك ما الومهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل عمل والمالي من هالبدل وعيالي يطل القمر للغالي اللي السعد غمالي من كل عمل والمالي من هالبدل وعيالي بالزوجه هنني في بيت السعاده يا ربنا تحميه من كل حساده بالزوجه هنني في بيت السعاده يا ربنا تحميه من كل حساده من كل حساده ويلا القمر الغالي اللي السعد همالي من كل عمل والمالي من هالبدل وعيالي طل القمر الغالي اللي السعد همالي من كل عمل والمالي من هالبدل وعيالي ومحمد يا محلاه 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 الكل يتمناه الكل يتمناه ومحمد يا محلاه 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 الكل يتمناه الكل يتمناه الكل يتمناه السعد همالي من كل عمل والمالي من هالبدل وعيالي طل القمر للغالي السعد همالي من كل عمل والمالي من هالبدل وعيالي طل القمر للغالي اللي السعد همالي من كل عمل والمالي من هالبدل وعيالي عريسنا محلا محلاه محلا الكل يا هلا في كل وافي وكل من لقى